وشوشة. الحقيقة يعني برضو هم لعمرهم قالوا لي مين الضيف ولا بتعملي ايه ولا فين ولا انت ازاي ولا اي حاجة. فبجد يعني الناس اللي في الاير تي بجد كانوا ناس قمة الاحترام والاحتراف. ايه المميزات اللي لقيتيها في اير تي وانتي في ما لقيتيش نفسك في القنوات المختلفة؟ لحد دلوقتي الحمد لله هي يعني كنت سعيدة ان المميزات واحدة، مساحة الحرية كبيرة، وبعدين انت عندك ضمير مهني فانت عارفة ايه كل حاجة ممكن تتعمل، بس المهم ازاي. فازاي دي يعني الحمد لله الحمد لله يعني اعتقد ان هي عندي يعني في اي مكان جراية الموضوع، بس المهم ان هو بيتقدم برضو باحترام في حدود او الى حد ما، او بتكلم على بالنسبة لي على الاقل انا دلوقتي يعني محسوب يعني. لكن انا بجد كنت حزينة، وفي القاهرة والناس على فكرة برضو عمرهم ما قالوا لي ايه ولا فين ولا ازاي ولا بتعملي ايه ولا الضيف ده ليه ولا الموضوع ده ليه ولا قلتي كده ليه ولا ما قلتيش كده ليه ولا اي حاجة خالص. عملت الحكاية فيها، عملت الاول حزب الكنبة ويك اند، وبعد كده عملت الحكاية فيها ان، واستمتعت جدا لان الحكايه فيها ان بقى كانت الموضوعات مجتمعيه واجتماعيه، يعني كانوا الحاجتين مع بعض. وعملت فيها يعني حياه الناس اللي هي احنا ما نعرفهاش، اللي هو سواقين النقل، الممرضات اللي هو كنت بتتعرفي عليهم، المأذونين، الطبقات المختلفه دي ان انت تقدميهم وتتكلمي عنهم. فكان القاهرة والناس بالتوازي مع السي بي سي. بعد كده كان الأستاذ طارق نور عايز يعمل جرعة سياسة بس مع إبراهيم عيسى، وعايز بقية القناة كلها لايت يعني، وهو كان بيفكر يعمل نفسنا، فهو قال لي على نفسنا، فقلت له أنا عندي النسخة الأصلي والارقى يعني في وقلت له اصلا الاسم تجاري وكله، بس يعني دي اختيارات يعني انا ما اقدرش ادخل في برنامج اسمه كده يعني. فانتهينا باحترام جدا، وبحترمه، هو راجل من الناس الهايله جدا برضو. الحمد لله اني كنت محظوظه في الناس اللي انا بشتغل معاهم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.